ومعنا هاتفيا من اسطنبول سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك سيد مصطفى العبادي. إذا في تصريح له قال إن العامري والأعرج انشغلا بالانتخابات وتنظيم الدولة انشغل بذبح جنودنا بحسب تعبير العبادي. لو اتفقنا على صحة كلامه، برأيك هل يعفي ذلك العبادي من مسؤولية الوضع في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. ربما الشعب العراقي يفضل أن يلتفت هؤلاء إلى الانتخابات أو إلى أي قضية أخرى ويترك مسألة ذبح العراقيين، فمهمتهم الأساسية هي ذبح العراقيين وليست حمايتهم. في كل الأحوال أنا يعني العبادي هو المسؤول التنفيذي الأول في السلطة العراقية، و هو يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما يجري في العراق، سواء في مجال الأمن أو الخدمات أو الإدارة، وكلها متدهورة ومنحدرة. ولكن كيف تصنف سيد مصطفى هذا التصريح والهدف منه مع قرب السباق الانتخابي في العراق؟ أنا أعتقد هذا يأتي في إطار الحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية الممجوجة التي يمارسها هؤلاء الذين يدعون أنهم ساسة، وفي الحقيقة هم عناصر ميليشياوية إرهابية تفننت في قتل العراقيين وسرقتهم طيلة السنوات ال15 الماضية، وكل ذلك طبعا بدعم أمريكي أولا وبدعم إيراني. المرصد العراقي لحقوق الإنسان في هذا السياق أكد أن سعر البطاقة الانتخابية وصل إلى 100 دولار. ما تأثير المال السياسي في شكل تكوين البرلمان والحكومة المقبلتين؟ المناصب الانتخاب يعني البرلمانية أو الوزارية في العراق يجري بيعها وعرضها في إطار المساومات الانتخابية والسياسية والسياسية عفوا بين الفرقاء المعنيين في العراق. وفي الحقيقة كل ما يجري هو بسبب المال السياسي الفاسد الذي يمول كل العمليات الإرهابية ويمول كل الإجرام، وهو السبب الأساسي في هذا الفساد الذي يعصف بالعراق وسوء الخدمات وتدهور الجوانب الإدارية وغيرها. السياسي الفاسد الذي حصل عليه هؤلاء بسبب سرقاتهم واستحواذهم على المال العام بالدرجة الأولى، يعني هو السبب الأساسي فيما يجري في العراق. والنتيجة أعلنتها اللجنة المالية البرلمانية عندما قالت أن العراق مدين بأكثر من 100 مليار دولار. ما تداعيات ذلك على مستقبل العراق الاقتصادي؟ مستقبل العراق الاقتصادي في الحقيقة في مهب الريح، ولأنه قائم على عملية تصدير النفط فقط، وفي حال تعرض أي من المنافذ بيع النفط الخام العراقي إلى عمل ما أو إلى إغلاق بسبب موقف سياسي أو اقتصادي، سيؤدي هذا إلى انهيار في الميزانية العراقية، فضلا عن الفساد الذي قلنا أنه يعني يعصف في جميع مناحي الحياة في العراق. الاختلاسات، السرقات التي تجري، تم تبديد أكثر من 1000 مليار دولار طيلة السنوات ال15 الماضية، واستحوذت هذه العصابات السياسية وليست الأحزاب السياسية، استحوذت هذه العصابات على هذه الأموال الهائلة، وبالتالي البلد لم يتطور ولم ينهض فيه صناعة ولا زراعة، وقطاع التعليم معروف كيف تراجع وتدهور ووصل إلى الحضيض حتى بات الطلبة يجلسون على الأرض في كثير من المدارس في وسط وجنوب العراق بشكل خاص. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير وصحيفة وجهات نظر.